بقايا القنابل العنقودية التي استهدفت بلدة كفر كرمين بريف حلب الغربي. شو اللي استهدفكم هون عمي؟ عنقودي، صاروخ عنقودي من هون من عنا لعند بيت حج عمر السيد. والحمد لله ما في اصابه؟ الحمد لله في شيء بسيط، زند لما كنت مجروح جرح بسيط. الحمد لله. هذه بقايا صاروخ العنقودي.